تعادل الهلال السعودي مع نفط الوسط العراقي بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة. أحرز هدفي نفط الوسط كل من صالح سدير وإياد سدير، وسجل ثنائية الهلال السعودي عبد الكريم القحطاني وأنس زباني. وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى نقطتين ليصعد للمركز الثاني في المجموعة الثالثة، بينما وصل نفط الوسط تذيل ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.